السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن جرائم الاعتياد. وجرائم الاعتياد القانون الجنائي بتختص بالدعارة والإقرار بربا فاحش. المقصود بجرائم الاعتياد، الاعتياد أي الركن المادي لها هو نشاطها. والنشاط بمعنى في جرائم الاعتياد على سبيل المثال في الإقرار بربا فاحش، نسين اقترض من صاد مبلغ مثلا 1000 جنيه، قال له هتردهم لي مثلا 5000 جنيه. طيب هنا هل حكمه بجريمة الإقراض بربا فاحش؟ لا طبعا، لابد أن يكون مرتين معك أو مع غيرك، يعني ليس شرطا أن يكون التماثل معك، لا، ممكن مرة مع أحمد مرة مع حسين. فهنا هيبقى لما أقرضه وقال له الـ1000 جنيه هتردها لي 5000 جنيه، هنا ده الموقف. لو اتكرر تاني مع نفس الشخص مع احمد او مع حسين موقف ومع احمد موقف بس بيقول له رد لي الـ1005، يبقى هنا طلب ان هو يرد له المبلغ بربا، والربا هنا ربا فاحش، فهنا اعتاد، يبقى هنا جريمة الاعتياد تحققت وهنا تحقق الركن المادي. كذلك نجد في الدعارة والعياذ بالله ان الاعتياد ليس من اول مرة. فعلى سبيل المثال، إذا تم استيقاف سيارة في الشارع من قبل أنثى ورأيتها حضرتك مرة واحدة بس، هل هذا يعد اعتياد؟ لا يعد اعتياد، لكن بعد ما مشي الشخص دوت وقفت عربية تاني، يبقى هنا عندنا الركن المادي تحقق الاعتياد، يبقى هنا مناط الإجرام هو الاعتياد. لكن لو الموقف أو السلوك حدث مرة واحدة هذا ليس اعتياد، فلا بد ان يتكرر مرتين، وليس الاصل فيها التماثل. فزي ما قلت لحضراتكم، ممكن مره مع احمد مره مع حسين، هنا طلب منه الـ1000 جنيه ان هو يردها له، فلما جه يردها له قال له قبل ما يردها له اتفق معاه الاول، قال له هترد لي الـ1005، هو ده اللي انا بشتغل بيه، انت يناسبك اوكي، ما يناسبكش خلاص شوف حل تاني. فهنا ده يبقى الاقراض بربا فاحش لو تكرر مره تانيه مع نفس الشخص او مع شخص تاني، مره مع الشخص ده ومره مع الشخص ده، وهكذا بالنسبة للدعارة. فهنا المقصود بجرائم الاعتياد في القانون الجنائي. شكرا، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.